اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح لمباراتنا عشان نتناولها فنيا وتحليليا، نروح لارض الملعب مع مراسلنا. ما نقدرش نغض الطرف على احد اهم الاحداث الرياضيه اللي موجوده او اللي حصلت على الساحه الفتره اللي فاتت، وهي منتخب الجودو. يمكن منتخب الجودو لعب بطوله اوروبا وعمل انجاز كبير الحقيقه، ميداليتين ذهب واثنين برونز تحت قياده مديره الفني الروسي الجديد ميخائيل الكسندر ميخائيل، وتحت قياده او تحت رئاسه الاتحاد المصري رئيس الاتحاد المصري الشاب المجتهد مرزوق محمد. والمزيد من الضوء على هذا الانجاز هيكون معنا عبر الهاتف الكابتن مرزوق محمد رئيس الاتحاد. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ ده الف مليون مبروك، من جد وجد يا كابتن. ربنا يخليك، وانا بجد انا بشكرك بصفه شخصيه وقناه الاهلي على الدعم اللي من اول يوم شايفينه منكم. انتوا من اول يوم واحنا تواجدنا في الاتحاد وانتوا في ظهرنا وبتدعمونا وعاملين كتير عادي. بجد انا بشكركم وبشكر قناه الاهلي جدا جدا جدا. يعني يا كابتن الشكر اذا كان يعني موجه فموجه لحضرتك، حضرتك اللي بتمثل مصر وحضرتك اللي بتجتهد انت ولاعيبتك والجهاز الفني، والحقيقه احنا في ظهرك طول ان شاء الله الوقت. احنا كلمنا عن الانجاز وكلمنا عن البطوله دي، واستعداد ليه يا كابتن؟ الحمد لله احنا البطوله دي احنا عملنا نتائج كبيره جدا. احنا البطوله دي خطوه في طريقنا لاعداد لبطوله افريقيا في الجزائر 26 ل 29/5. طبعا بطوله افريقيا بطوله مهمه جدا، فكان لازم اللعيبه دي ما كانتش لعبت بطولات من ساعه الاولمبياد، اكتر مده كبيره جدا ما لعبوش بطولات. فما ينفعش تروح تلعب بطوله افريقيا من غير ما تلعب بطوله. فانت اخترنا البطوله دي ان احنا نحتك ويبقى اللعيبه تتحط تحت ضغط وتدخل في منافسه واللعيبه تجيب ميزانها قبل بطوله افريقيا. فالحمد لله رحنا وكان ما كناش متوقعين ان النتائج هتبقى يعني بالمنظر العظيم ده. الحمد لله رحنا اللعيبه ادوا اداء عظيم وربنا كرمنا بميداليتين ذهب. محمد عبد الموجود 66 كيلو وكسب اللاعب الاسرائيلي في الفاينل بالنقطه الكامله الايفون يعني، واللاعب يسري 60 كيلو خد ميداليه ذهب. النهارده عبد الغني 81 كيلو خد برونز. والميداليه الاهم بقى ميداليه فرح. ميداليه فرح دي ميداليه بنات، احنا ما خدناش ميداليه للبنات، ميداليه دوليه للبنات من اكثر من 10 سنين. فترة طويلة جدا يا كابتن، يعني ابتعدنا على يعني عن الساحة كميداليات للسيدات او للنساء، حاجة انجاز كبير اكيد. مفيش، احنا ما عندناش ميدالية من اكتر من 10، فان احنا نجيب ميدالية برونز في بطولة زي اوروبا فيها 27 دولة ونجيب ميدالية برونز، ده الحدث الاهم والانجاز الاكبر اللي انا سعيد بيه جدا جدا جدا. الف مليون مبروك يا كابتن ومن جد وجد. وخلينا نروح لبطوله افريقيا، هل بطوله افريقيا مؤهله لحدث اكبر منه، ولا بطوله افريقيا مجرد يعني لقب سنحصل عليه او نلعب عليه يعني ان شاء الله؟ لا، هي بطوله افريقيا في المجمل قبل الاولمبياد من السنه الجايه بيبقى عليها 700 نقطه في التاهل للاولمبياد، لكن البطوله دي لسه احنا التاهيل هيبدا عندنا في شهر 6، فدي لسه مش مؤهله. هي بطوله افريقيا بتستنى حدث كبير، لان احنا ابطال القاره، فاحنا لازم بنستعد لها استعداد كبير جدا يعني. ما شاء الله. كابتن كل التوفيق ليك، بس عايزين وعد من سيادتك ان حضرتك هتشرفنا والمدير الفني طبعا الكسندر ميخائيل عشان نتكلم عن الخطه المستقبليه مع منتخب مصر وتمحكم يعني في الاولمبيات القادمه. كابتن مرزوق بشكرك ونورتنا عشان قناه الاهلي يا كابتن. خليك كابتن عايز. شكرا. شكرا جزيلا. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش ابدا يعني نتغاضى او نغض الطرف على اي انجاز بيحققه منتخبات مصر، واحنا ورا كل منتخبات مصر في كل مكان.